الأعزاء مشاهدونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الحلقة الجديدة من دروب. الحلقة الماضية توقفنا في الحديث حول موضوع العروبة والأفرقة عند السودانيين، وذكرنا عدد من النماذج، قلنا أنه لا يخلو سجل ثقافي اجتماعي سياسي إلا والحديث يتم حول أنه إحنا عرب ولا أفارقة. وأتذكر أنه قلت أنه آخر ما توقفنا فيه أنه إذا سألت أي سوداني طلبت منه أن يعرف نفسه، فطوالي حيجي بذهنه يقول لك والله إحنا عرب أفارقة، وممكن تلقى آخرين يقول لك لا إحنا أفارقة بس. فإحنا عشان نطلع من الديليما دي، من المعضلة دي، من الإشكال ده، حقه نفهم أنه ما الدوافع التي يعني خلت السودانيين دائما حريصين على قصة الثنائية دي. أنا في الحلقة الماضية قلت لكم أنه يعني مثلا صلاح أحمد إبراهيم شحنتني بالحرارات الشموسي وشوتني كالقرابيني على نار المجوسي، نفحتني فأنا منها كعود الأبنوسي. يبدو أنه الأمر عنده علاقة باللون. في الوقت نفسه يتكلم أو يكتب الشاعر الكبير محمد المكي إبراهيم حول موضوعة الهجنة الثقافية، وهو في 2008 أصدر كتاب في ذكرى الغابة والصحراء، وكان بيتكلم حول أنه إحنا عرب وأفارقة، ويحاول يدافع يعني عن المعنى ده. الطشاش اللي جابه حتى ما يكتفي الغناء، يعني لما نيجي إسماعيل حسن يقول لك يعني عرب ممزوجة بدم الزنوج الحارة دي لهلي، وكثيرين دائما يلجأوا للحل ده. أنا في تقديري المتواضع أنه هي دي مشكلة متعلقة باضطراب ما في محاولة فهمنا للتنوع والتعدد السوداني بتاعنا. إحنا عرب، إحنا أفارقة، إحنا بيض، إحنا سود، إحنا سمر، إحنا زرو. يعني يبدو أن موضوع اللون ده حاضر. واحد من الأصدقاء سألني قال لي هي السودان دي مصدر اللون يعني سواد؟ طبعا الواقع الحال نعم، لكن عمر اللون ما كان يعني محدد من محددات هوية أي شعب من الشعوب، لأنه إذا افترضت بأن الشعب الموجود ده هو شعب من السود، أي تقصد أنه ألوانهم سوداء، فهذا يعني أن لازم يكون السمة المشتركة لكل المجموعات اللي موجودة أن يكون لونها أسود. يعني يقول معناه الأمريكي من اللون الأسود لازم يكون سوداني يعني، مش كده؟ والإثيوبي وهذا. فأنا دار أفصل بين ثلاثة نقاط سريعا. يعني بداية خلونا نرجع للنقطة المتعلقة بالاضطراب اللي قلناه، أنه لو رحت قطعت البحر بإيجاي، إذا زول قال لك، إذا قلت زول أنا عربي يعني، هيقول لك لا لا لا. فمن هنا بتجي الهزة. طيب فرض يعني أنت باين تبحث عن اعتراف ما، تبحث عن كفيل يعني، زول يقول لك أيها أنت فلان يعني، أنت كذا أبيض وأسود عربي إفريقي. لأنه في حال بقت كل مشكلة إنكارك لمعنى العروبة اللي هنجيه بعد شوية، أنه آخرين لا يعترفون، طيب لو قاموا الآخرين ده اللي اعترف المشكلة تحل. خلينا نقول أنه العروبة المقصودة بشكل أو بآخر هي ما عروبة عرقية، بمعنى أنه
بلد عظيم. وانا ما بقول كلام مجاني دار يشكل رقبتنا، بس لا، لانك لو رحت زرت اي مكان اخر واكتشفت انه المكان ده كله يلبس نفس الزي، يتكلم نفس اللغة، ياكل نفس الاكل، يكتب الادب والشعر بنفس العوالم، حتقوم تعرف النعمة اللي انت فيها، نعمة تعدد اللسان عند السوداني. تعدد اللسان يعني تعدد الثقافات، تعدد ازياء السودانيين وسحنهم واشكالهم، وده امر مهم جدا جدا جدا. حق الاجيال الجديده تفهم انه يتخلصوا يا اخواننا من سؤال عرب وافارقه، تخلصوا من الثنائيه دي لصالح التعدديه بتاعتنا. وده ما حيتاتى الا انه المناهج والاعلام والمثقفين يكونوا حريصين كل الحرص بأنهم يكشفوا للناس هذا التنوع ويعرفوهم بهذا التنوع. وما يظن الناس في تقديري أنه دي مشكلة سودانية بس. شوف لو مشيت أي بلد، مصر القريبة دي في الخمسينيات أو الأربعينيات ظهر تيار يقول يا أخي نحن فراعنة، سموه الفرعونية الجديدة لأحمد لطفي السيد. لو مشيت على المغرب العربي حتلقى برضو تيارات الأمازيغ العابس تقول أنه نحن ما عرب. فالإنكار ده، الاضطراب ده ما بيصيب السودانيين بس، بيصيب مجموعات متعددة، مجتمعات مختلفة. طيب كيف نتخلص من سؤال الثنائية؟ بداية زي ما قلت لكم انه احنا ما محتاجين طرف ما يعترف لنا بمن نكون، ده مستوى. المستوى الثاني انه السودان ما ممكن يوصف بمعنيين للهوية، السودان ينبغي أن يوصف بتعدد السردة وبأشكاله المختلفة دي، وده مصدر من مصادر القوة بتاعتنا. بتقوم تيارات سياسية وثقافية، حنجي في حلقة من الحلقات نتكلم عن موضوع الهامش والمركز، لكن خلينا نشير إشارة عامة. في الحلقة اللي فاتت أنا قلت إنه في تيارات سياسية بتتكلم عن إنه في ثقافة تريد أن تفرض نفسها اجتماعيا واقتصاديا وسلطويا، وبالتالي تقمع باقية الثقافات وتمنعها. طبعا الناظر لتاريخنا السياسي لا يستطيع أن ينكر بأن المشكلة دي حاضرة، مشكلة الصراع الثقافي في السودان. هنجي إن شاء الله حلقة نناقش الأمر ده بشكل فيه استفاضة أكثر. لكن امتدادا لموضوع حول موضوع العروبة والأفرقة عند السودانيين، أنه الاعتراف بالتنوع ما شعار سياسي يا أخوان، يعني مش طوالي تلقى الخطب السياسية وكذا يقول لك السودان بلد متنوع متعدد الثقافات، لكن ما في مجهود مبذول لصالح أنه نعرف شنو هي الثقافات دي. اثنين، أي ادعاء لعروبة عرقية فده فوق أنه جهل، وأنا آسف على العبارة، هو برضو شكل من أشكال العصبية خلينا نقول العنصرية نفسها. اللون ما عنده علاقة بهوية الإنسان. إذا اللون مرتبط بالعرق فالعرق ما اختيار، أنت ما بتختار يكون عرقك آري جرماني أفريقي، ما هندي هندو أوروبي، ما ممكن تختار عرقك، لكن أنت من تختار ثقافتك. وبالتالي القضايا الثقافية دي حقنا بعيدة من موضوعة العرق دي. السودان ده إحنا ذاتنا بنستخدم الألوان بطبيعة بتخصنا. الشخص ذو البشرة الداكنة نسميه أزرق مش كده، والزول ذو البشرة البيضاء نسميه أحمر، يعني كده والزول ده أحمر أحمر ولا كده، زول ده أزرق وكده. حتى السلطنة الزرقاء كان اسمها كده، السلطنة الزرقاء مش السلطنة السوداء، رغم انه السواد ما سبه، مش اشكال اللون. لكن لما يجي يقول لك لا احنا السود لاننا الواننا سوداء، يعني في بيت واحد لونه احمر واحد لونه ازرق، معناه يعني كل واحد بينتمي لثقافه براوي يعني ولا شيء، فاللون ما عنده علاقه. افتكر بيوتنا كلها كده، مش حتى مرات لما نميز الناس يقول لك يا اخي ود فلان الاحمر ذاك يعني
وبيته خضره كده، حتى بنستخدم التعبير اخضر يعني كده. فبدايه عاوزين نتخلص من موضوعة اللون ده يا اخوانا. اخوانا اللون ما عنده علاقه، يعني البشره دي دي عوامل البيئه، عوامل التغذيه، الشمس دي مش فاهم ايه علاقتها بالموضوع ده. مستوى. المستوى الثاني، ما بنمشي نفتش على رقبتنا عند الاخرين، ما محتاجين. احنا بلد قديم جدا ضارب في القدم، حضارتنا القديمه النوبيه اللي احنا امتداد ليها وهي عايشه فينا، احنا عايشين فيها. احنا بلد متنوع جدا فيه عدد من القبائل والثقافات والاعراق، فانت كيف تقايض يعني تستبدل التنوع ده بانك عاوز توسم او تربط رقبتك بمجموعه ثانيه؟ وافتكر العكس، حق الاخرين هم من يرتبطوا بك، لانك انت لوحه يعني فسيفساء زي ما نقول في اللغه العربيه متعدده. فمن اللي بيفتش للثاني؟ اللي عنده تعدد بيفتش للثقافه ذات البعد الواحد، ولا الثقافه ذات البعد الواحد هي اللي بتفتش للتعدد عند الاخرين؟ بدايه دعوتي نتخلص من السؤال، لانه السؤال ليس سؤالا ذكيا، بالعكس هو سؤال ينوم عن جهل بطبيعه تنوعنا وتعددنا. الافرقه المقصوده هي في طقسنا الصوفي، في طقسنا الغنائي، في ازيائنا، مش في الواننا. اللون ما عنده علاقه بالموضوع، يعني ما تفهم انه ايه علاقه الالوان. انا قبل شويه ضربت لكم مثل يعني. اذا في خلاصه الفقره دي قبل ما نمشي الفقره اللي بعدها، كيف يعرف السودانيين انفسهم؟ الامر غايه في البساطه. احنا ابناء حضاره قديمه ضاربه في القدم، وده ما كلام بنقوله يعني سياسي، شواهدنا التاريخيه والاجتماعيه داله على انه احنا مجتمع قديم وتغير وتطور، والتغير اللي حصل له اي ازداد بالتهجين والتناسب والاختلاط ما زادوا قوه. كيف يعرف السوداني انفسهم؟ امر بسيط جدا، يعرف السوداني انفسهم بانهم سودانيين. الفقره دي انتهت، انتظروني الفقره الجايه هيكون معانا ضيف مهم لنناقش ايضا قضيه من قضايانا الثقافيه. وايضا في كل حلقه حنبدا بانه نطرح قضيه، ثم يكون معنا ضيف لمناقشة موضوع ذا صلة بما نطرحه في قضية الحلقة. ما تمشوا مكان، خليكم معنا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مرة أخرى في الفقرة الثانية من دروب. الفقرة هذه لمناقشة الدكتور عبد اللطيف سعيد الناقد والمترجم. طبعا السودانيين يحبوا جدا أغنية سيد خليفة أنشودة الجن، ويرقصوا فيها كمان، ومعجبين جدا بالإيقاع وبالكلمات. لكن كده يجيب ليك زول يعني يقول له يعني شنو أنشودة الجن؟ يعني شنو طرير الشباب؟ حسب ما وقع تحت ايدينا انه لم يتصدى شخص لكتابه نقد او تحليل او قراءه لقصيده الشاعر العظيم التياني يوسف بشير أنشودة الجن الا ضيفنا الدكتور عبد اللطيف سعيد. تصدى للامر ده وحاول انه يجيب على السؤال الذي اكتفينا بانه نرقص عليه بدون ان نفهم. هذه الفقره لمناقشه تحليل الدكتور عبد اللطيف لقصيدة أنشودة الجن. دكتور رمضان كريم مرحبا بك. مرحبا بك. الله يسلمك. احنا بالليل بنرقص فيها بس، انا كلامي ده صح؟ هي على كل حال فعلا هي أنشودة الجن، يعني قصيدة انا اقول انها متعبة. متعبة؟ نعم. لانه وانا الاتعاب بتاع ده من خلال ما بحثت فيها يعني وبحثت، فوجدت انها فيها معاني كثيرة جدا مستعصية. ولفت نظري فيها حاجات كثيره جدا.
يعني مثلا هو تجاني يوسف بشير يقول قم يا طرير الشباب غني لنا غني يا حلو يا مستطاب أنشودة الجن. نعم. نحن ما عارفين من هو طرير الشباب صحيح، ولا عارفين ما هي أنشودة الجن. هل الجن أنشودة وهل الجن أناشيد ولا أنشودة معينة؟ أيوة. هو بيقول له غني لنا أنشودة الجن، كأنه الأنشودة معهودة قاصدة واحدة بعينها. ما هي؟ أيوة. لم يقل التجاني. تمام. واقطف لي الأعناب واملأ بها دني من عبقري الرباب وحرم الفريق. أعناب. أيوة. والأعناب العصير بتاعه هو خمر. خمر أيوة. لكن هو ما بيقول خمر، قال اقطف لي الأعناب واملأ بها دني من عبقري الرباب. العصير عبقري الرباب، العصير أنغام. أها. اقطف لي الأعناب واملأ بها دمي من عبقري الرباب أو حرم الفني. حرم الفني. وما هو حرم الفن؟ والله استفهامات كثرة هاي. كده يعني. هاي. أنشودة الجن ما عارفينا، طرير الشباب ما عارفين قصده. أيوة. وبعد كده عبقري الرباب. عبقري الرباب. ما عارفين معناه. ولا حرم الفني. ولا حرم الفني. نعم. طيب. فيعني انا يعني في الاول دخلت على القصيده بسبب اعجابي القديم بالتجاني. تجاني معجب به من زمن وانا كنت يافع في المدرسه الوسطى، لانه في الحقيقه بدا اعجابي به اني حنيت عليه. حنيت. ايوه، لانه هو مات صغير. صحيح. كان دائما بيقول لنا انه مات عمره 25 سنه. فيعني كنا بنعطف على شخص زي ده. حتى نحن في المدرسه الوسطى عملنا حضرنا روح التجاني يوسف بشير. بالله. بالله. عملنا قفة. طيب. وقرينا فيها طلاسم كده، قالوا لنا إذا قريت الحكاية دي في حتة منفردة التجاني يوسف بشير بيجيك من الآخرة ويتكلم معك. والله. كان فيها أوهام زي ده. لكن كنتوا مصدقين ولا ما؟ طبعا. وبالمناسبة التصديق بتاع الأوهام في فترة من الفترات جميل جدا. مهم كمان، ويخليك ويسحرك. صحيح. ويخليك تعيش. الأسطورة ذاتها مهمة طبعا. الأسطورة ذاتها مهمة. الأسطورة نعم. مهمة في الشعوب يعني. تمام. ف يعني مدخلي على التجاني كان مدخل ده، انا كنت حاني عليه انه ولد صغير ومريض ومريض. أيوة. ومات بذات الرئة. ايوه. وبعدين مات مطرود من المعهد بتاعه. صحيح. معهد العلم. وبعدين ومظلوم. فالحاجات دي كلها بالنسبة ليافع او شاب شحنتك. تشحنك. ايوه. تخليك تشحنك تعاطف. عشان كده زمان من زمان انا امتلكت الشراقه وانا قبل الثانوي. يا سلام. وكنت بقري فيها طوالي. فيعني انا اندلع اهتمام قديم يعني. تجاني يوسف بشير. تجاني يوسف بشير. انا قبل ما ادخل لتعريف او للبحث معك اكثر في تحليلك يجي للزول خاطر التجاني مات في الثلاثينات مش كده؟ نعم 37. 37 هذا يعني انه التجاني كان معاصر لكبار شعراء الحقيبة. مؤكد. مش كده؟ أيوة. ولم يغني له أحد من فناني ذلك الجيل أغنية واحدة. يمكن يعني لو باستثناء الأغنية اللي غناها زنجار بتاعت يا عروس الروض يا ذات الجناح يا حمامة، أغنية واحدة برضو لخليل فرح. طيب. باللغة العربية. الحقيبة في معظمها باللغة العامية. العامية. أيوة. العامية السودانية المحكمة لكن. يعني قصدي ما طرح نفسه كشاعر غنائي ولا طرح نفسه؟ ما عارف أنا أتخيله هو ذاته ما تمكن من إنه يطرح ولا ما يطرح. الزمن. صغير. صغير جدا يعني. يعني أتصور 25 سنة دي. يعني هو الطفولة بتاعته كم؟ صحيح. يمكن الفترة اللي اشتغل فيها صحفي ومترجم ومش أيوة عارف. أيوة. كلها زي 5 سنين كده يعني. وفي سن صغير زي ده قدر ينجز نصوص بالعمق ده. نصوص خطيرة. خطيرة جداً. خطيرة. لكن الخيلي هو الحاجة اللي خلته يكون عميق إنه قرأ كثير. يعني التجاني قرأ فلسفة، واضح إنه قرأ. واضح إنه قرأ أبو العلاء المعري كثير. أيوة. واضح انه قرأ يعني قرأ للفلاسفه الاوائل وفي التصوف والصوفيين بشكل عميق جدا يعني. بتلقى مصطلحاته تتشابه مع بعض نصوص ابن عربي مثلا؟ تلقى. مش كده؟ ما يعني ما بتعدى منك تلقى. ما بتعدى. والغزالي كده. والغزالي. أه. نعم. طيب انا لما قريت دراستك وافتكر سؤالين كنت انا عاد كبير من الناس لانها نشرت يعني وكده، كنت مشغول بثلاثه قضايا. نعم. القضيه الاولى متعلقه بانه محبة الدكتور عبد اللطيف سعيد للتجاني يوسف بشير واضحة، لأنه كأنه أراد أن يرفع عن التجاني أنه كتب هذه القصيدة بغرض أن تكون قصيدة غنائية.
حتى انت استخدمت تعبير ليتهم يعلمون يعني هو طبعا التجاني ذاته ما حضر يعني لا ما فاهم لكن ما كان من اغراضه unfortunately يعني هو ذاته ما حضر سيد خليفة لما غنى انا فاهم دي انا قصدي انه هو لما كتبها ما كان بيدور في خلده انه هو كتب قصيده للاغاني يعني هو عنده حاجه ثانيه مؤكد وانت انتبهت لها واشتغلت لها كده نمسك اللولو بعدين نشوف الاثنين طيب. اذا التجاني كتب منشودة الجن لماذا غالبا للافكار فلسفيه كثيره فلسفيه لو دخلنا فيها مثلا يقول وقطف لي الاعناب واملا بها دني من عبقري الرباب او حرم الفني طف بالربا والوهاد واسترقص البيدا وفجر الاعواد رجعا وترديدا حتى ترى في البلاد من فرحه العيد انا قلت يعني كيف يتاتى لطرير الشباب ان يفعل كل ذلك ايوه ومن أي من أين له هذه القدرات الصوتية بأن يبلغ كل هذه حتى يجعل البلاد كلها في يغطي كل الكون فعشان كده أنا يعني جفي وهمي إنه ربما أن التجاني بسبب قراءته العميقة في الأمور الدينية والفلسفية ربما أنه أراد إبراهيم الخليل لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام المولى عز وجل قال له يعني إنه قد بني ببكة أو فيما معناه بيت وأنا أريد الناس أن يحجوه فأذن في الناس بالحج فقال له يا ربي سأؤذن فيهم لكن هل سيبلغهم صوتي قال له عليك الآذان وعلينا البلاغ فإذا التجاني يعني لمس الفكرة دي فكرة الإبراهيمية دي بتاع إنه الفكرة الإبراهيمية تصل إلى الناس بطريقة معجزة بطريقة ما طبيعية كما وصل صوت إبراهيم للإنسانية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق طيب. قال طف بالربا والوهاد واسترقص البيدة وفجر العواد رجعا حتى ترى في البلاد من فرحة عيدة تاني شنو ما عندكم القصيدة موجودة لا نمسكها من أنشودة الجن أي لا يعني النص ذاته لا نص مكتوب ما عندك موجود يعني أيوة. لكن نمسكه بيت بيت عشان نفهم برضو يعني نعم أيوة. من أنشودة الجن قال يعني أيوة صح في الربا والوهاد واسترقص البيدة حتى ترى في البلاد من فرحة عيدة بعدين يقول وامسح على زرياب واطمس على معبد, على معبد. وطف على الأحقاب وامشي على المربد مربد. طيب دي كلها يعني تيمز بالنسبة لنا غريبة جدا طيب. وماذا يعني تجاني ما هو المربد وما هو معبد وما هو ما هي الأحقاب الأحقاب هي السنين حقبة طيب المربد هو بيت المقدس في نظري أنا ليه قلت كده أيوة لانه قال يعني اطمس على الـ على على وطوف اطمس على الـ النص يا ريت لو كان النص موجود نعم ايوه فبيقول يعني انه انت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج فعل كل هذه الاشياء طمس على زرياب وعلى معبد زرياب ومعبد ما فنانين ايوه زرياب ومعبد فنانين طيب ماذا اراد بذلك اراد ان يرمز بالفنانين المعروفين ديل الى الانبياء اصحاب التلاوات زي سيدنا داود مزامير اي يعني عنده المزامير مزامير داود انه كان سيدنا داود اذا زمر بمزاميره أيوة. يعني خضعت له الجبال وخضع له الطير يا طيار يا 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 جباله. يا جبال اوي بما هو الطير أيوة. والنا له الحديد صحيح يعني اذا طيب والمربد قلنا هو بيت المقدس طيب كيف يتجاوز الأحقاب لأنه في بيت المقدس لما ذهب في رحلة الإسراء والمعراج يعني ربط في الحلقة التي تربط بها الأنبياء يعني دوابها وصلى بهم صلى بهم الأنبياء دي من لدن آدم فلازم يكون في اختزال للزمن عشان كده قال وتفعد المربد واغشى كنار الغاب في هدأة المرقد نعم وحدث الأعراب حدث الأعراب عن روعة المشهد حدث أهل مكة الأعراب هنا أهل لما ترجع يا محمد حدث أهل مكة عن روعة المشهد الذي رأيته في السماوات صحيح ما ممكن يكون الأعراب ده المقصود بهم السودانيين يعني
فالكلام ده فيه. طيب يبقى معبد وزرياب مرموزين او مرموزان ل الى 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 داود الانبياء التاليه لكتب الله السابقه. منهم داود اصحهم. نعم. امشي على الاحقاب اي عبر الزمن، يعني استجمع الزمن، اي يعني تجاوز فكره الزمن نفسه، استجمع كله فكره، لانه صلى بهم من ادم الى طيب الى عيسى. وطف على المربد. وطف على المربد، المربد اللي هو بيت المقدس. صحيح، احنا ما ننسى الوقت تجاني كان بيتكلم عن ياتو مربد ذاته في الوقت ده. ايش صحيح، ما كان في مربد ذاته. لا المربد ما قديم، ما اي فاهم، لكن يعني لكن طوافك على المربد، المربد اما ان تزوره، المربد اللي بنعرفه ده يعني، أيوة، او تشارك فيه، لكن تطوف، دي فيها فعل الطواف. والله دي فكرة جديدة يا لا هي ما جديدة، اخذتها منك انا نضيف لك. لا لا انك بتطوف. نعم مش كده؟ طوف على المربد. ايوه. طيب لما يقول له طوف على المربد، وانت قلت ده البيت المقدس. واغشى كنار الغاب، كنار دي كنار يعني الكنار طائر يعني، والطيور دي فكرة الطيور، ان 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 المؤمنين يعني اذا ماتوا او الشهداء دخلت يعني ارواحهم في حواصل الطيور، فهذا رمز ايضا. واغشى كنار الغاب، كنار الغاب يعني مر على الارواح، على الارواح. ال 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 يا سبحان الله، المستكنة. لا شوف، في حواصل الطيور. أيوة. لك ما رد اكيد. نعم. في هدأة المرقد، في هدأة المرقد، في مكان هم ميتين، في المقابر هم ميتين. ايوه صحيح، الهدأة هي الموت، يعني النوم الاخيره. نعم. وبعد ما تشوف العمليه دي، حدث العرب اللي هم اهل مكه، أهلي مكة، يعني بعد تمشي وتجي راجع، ام هاني قالت رجع وفراشه ما زال دافئا، وجاء حدثهم بالكلام ده. لما جاي يكلمهم بالحكايه دي، يعني بعض محبيه والقريبين منه قال لي ما تتكلم، لانه خافوا انه يكذب. انا هرجع ورا شوي عليك الله، اقرا لي من اي عايز ارجع ورا شوي، لانه في حاجه هنا بتنتبهي برضه اقولها لك. انا هنا مشغول، والان احنا بنحاول ندخل معانا الناس انهم يفهموا المعنى ده. طيب وصلنا معبد وقلنا مرموز، والاحقاب قلنا الزمن، والمربد طلع بيت المقدس حسب تقدير الدكتور، كنار الغاب الارواح في حواصل الطير، وين يخشاهم في مرقدهم الاخير، في سدره المنتهى، في سدره المنتهى، لان هذه هي كانت اخر اقصى ما وصل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج. ابقى برضو ما عرفنا طريق الشباب ده منه، ما معروف، ما بنقدر نعرف، ما نقدر نعرفه. يعني في بعض الناس قالوا، يعني انا جاء في ذهني انه طريق الشباب ربما يكون هو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم، او ربما انه يكون هو التجاني، ما يعني ما عارف يعني هو. لكن حيقول النبي صلى الله عليه وسلم غني لنا غني، ما ممكن. لا ما لا ما لا ما, لا ما على سبيل على سبيل ما الغنى مش حاجه ثانيه. ايوه. طيب هنا دي ما خمر قلت لي مش. نعم. لكن انت عملت حاجه مهمه في دراستك. قلت بعد ما نعرف من طريق الشباب لازم نفهم انه هو طري الشباب ده بيوصف التجاني بانه حلو ومستطاب. نعم. ده اللي احنا ما بنعرفه. نعم. مش كده؟ نعم. لكن حلو المستطاب ده ذاته في مطلب منه انه يغني انشوده الجني اللي هي ما معروفه. انشوده الجن اللي احنا ما عارفينه. لكن هي بالنسبه له معرفه، ما هي مضافه ومضاف اليه. مضافه اختار. ايوه. انشوده الجن. انشوده الجن. غني لي الاغنيه. غني لي انشوده الجن، غني لي الاغنيه المتعهده المعروفه بيني وبينك. وبعد ما يغني له يطلب منه طلبات كثيره. اقطف لي الاعناب واملا بها دني، دني من عبقري الرباب او حرمي الفني. نعم. طبعا الدن ده مش اناء الخمر. ايوه الدن. ايوه. مش المحجوب عنده ديوان اسمه شنو؟ مسبحتي ودني. مسبحتي ودني. نعم. ديوان المحجوب. نعم. من عبقري الرباب. طيب هو محجوب ذاته ما متاثر بالتجاني، هل هو عاصره يا ربي؟ والله هو ايوه ايوه طبعا. بس لكن الخط التعليمي بتاعه مختلف. ما محدي وغردوني. وغردوني. من عبقري الرباب او حرمي الفني. حرم الفن ده يعني مكان مقدس ولا شنو؟ يعني مما تلقى كلمه حرمه وحرام دي. ايوه معناها مكان مقدس، معناها في حاجه يجب ان تبتعد عنها، او اذا قربت منها تقرب نحوها باحترام وقداسه. طيب احنا ماشيين في القصه. طيب تعال يا طري الشباب غني لنا، وانت حلو مستطاب تعال غني لنا حاجه معرفه اسمها انشوده الجن، وبعد ما تغني تعال نكلفك اقطف لنا الاعناب واملا بها دني، تملاه من شنو؟ من عبقري الرباب. من عبقري الرباب وحرم الفني. نعم. وبعد ذاك المطلب الثاني صح بالربا والوهاد. بالربا والوهاد. واسترقص البيده.
البيدة اللي هي البيد يعني البيد الأماكن المفتوحة الصحارة. أيوة. واسكب على كل ناد ما يسحر الغيد. أيوة. وفجر العواد رجعا وترديدا وترديد. حتى ترى في البلاد من فرحة العيد. عشان كده قلنا أن له أن يبلغ صوته، فرجعنا إلى الفكرة الإبراهيمية. مسح زرياب ده المسح اللمس ولا مسح؟ لا المسح يعني المسح تجاوز تنسخه يعني تنسخه. أيوة يعني عشان كده أنا قلت المقصود هو الرسول، ربما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أو يمسح على زرياب. الرسالة المحمدية تمسح على الأنبياء السابقين، يعني تنسخ يعني رسالاتهم السابقة وتحل في محلها رسالة الحق الأخيرة اللي هي الإسلام. يعني المسح هنا بمعنى التجاوز، ما ممكن بمعنى البركة أو النسخ أو ما في تعارض أصلا. ما في تعارض، ما في تعارض. وطمس هنا بقى معبد يطمسه. وطمس أيوة يعني أمسح وطمس نفس الشيء. يجي يمشي طوالي ثم يطلب من طرير الشباب أن يصور على أعصابه. مش كده؟ وأن يرسم على حسه. أيوة. يقول صور على الأعصاب وارسم على وارسم على حسي جمالك الهياب. جمالك الهياب في روعة الجرس. من روعة الجرس. عشان كده أنا روعة الجرس دي وقفت فيها، قلت روعة الجرس دي مذكورة في السنة النبوية الشريفة، بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الوحي يأتي إلي وأشد ما يكون حينما يكون في شكل جرس. يعني ده كان أشق ما يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الوحي القرآني في شكل جرس، أو إذا جاءه الناموس الأعظم سيدنا جبريل في شكل جرس. طيب الجرس ده إذن إما يكون الجرس المحمدي ده أو جرس الكنيسة. لأنك أنت قلت هنا آمنت بالحسن بردا. ليه؟ لأنه يعني التجانس بالشركة عنده مع الكنيسة موقف إيجابي جدا. صح قصيته آمنت بالحسن بردا. بالحسن بردا وبالصبابة نارا. ليه قال كده هو؟ لماذا مدح الكنيسة؟ لأنه أمضى آخر أيامه في المستشفى بتاع الكنيسة، لأنه كان يشكو من ذات الصدر، ونبذه المعهد ونبذه الناس الذين ينبغي كان أن أولياؤه وضمه هؤلاء الناس. صحيح لأنه قال له وبالمسيح ومن طاف حوله واستجار إيمان من يعبد الحسنى في عيون النصارى. طيب أيضا يعني هو استعمل الجرس المحمدي والجرس بتاع الكنيسي الكنيسة. أنا أيضا أشم في ذلك أن التجانس بشير عنده قرأ شيء عن فكرة وحدة الأديان، وحدة الوجود. وحدة الوجود من عربي يعني تساوى عندي. هو لقد صار، ما هو القصيدة المشهورة بتاعت ابن عربي، لقد صار عندي صار قلبي قابلا كل صورة فامرعى لغزلان ودين لرهباني وبيت لأصنامي وكعبة طائفي وألواح توراة ومصحف قرآني. فإذا نحن الجرس ده ممكن نوجهه إما إلى الجرس المحمدي بتاع الوحي أو إلى جرس الكنيسة بسبب الإيفنت. إنه كان لأنه قال لي هنا الإجارة دي بتشبه أنه كانوا بهاووه وأجاروه إلى أن توفي عندهم. يختم قصيدته وحنا راجعين تاني. فاستدني بابا باب وقعد على نفسي حتى يجف الشراب في حافة الكاس. دي آخر حاجة. واستدني بابا باب يعني دي طبعا فكرة التطور الصوفي، أن النفس يعني ترتقي مقامات. أيوة. فيستدني بابا باب. يترقى يعني يترقى. تمام. واستدني بابا باب واقعد على نفسي، اللي هي فكرة أن النفس أمارة بالسوء، قمعها ينبغي أن تقمعها وتزجر. أيوة. وتسيطر عليها حتى يجف الشراب حتى تموت، لقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني الشراب هنا الروح. نعم. وحافة النفس دي حافة الكأس الجسد. الجسد مش كده؟ والله دي فكرة جميلة. لا ما فكرة يا دكتور. أنا قاعد أقرأ معاك يعني حاول استفيدني كلامك. جميل والله. قلت أنه هذه إذن أبواب من أبواب السماء. صحيح. ويكون في ذلك رجوع ما إلى قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم وإسرائه. نعم. لغاية ما تيجي تقول حاجة مهمة وملفتة ولازم تشرحها لي. قلت أنه هذه قصيدة شاقة ومخيفة. صحيح. يكفي أني حضرتك نعم أحصيت فيها 19 فعل أمر. فعل أمر صحيح. كده أقرأ اللي قم غن الثانية اقطف املأ صح استرقص واسكب فجر وامسح واطمس وامشي وطف واخشى وحدث صور وارسم واستدني واقعد. 19 في
في دلالة؟ طيب أي في دلالة. ليش نو؟ لأنه أول حاجة حكاية قم دي أنا لاحظت إنه في يعني سورتين من سور القرآن الكريم بديت بيقوم. أيوة. يعني يا أيها المدثر قم فأنذر. فأنذر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إلا قليلا. فالتجاني ده ليه يعني استعمل اللفظ قم ده بالذات فعل الأمر ده؟ وبعدين استعمله 19 مرة وعندنا في سورة المدثر ذاته في لفظ 19. 19 مرة. المولى عز وجل قال عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فالتجاني ده يكون بيقصد شنو؟ عارف أنا قاعد أفكر في شنو؟ أها. بفكر انه التياني ده في عالم من الارواح وقاعد يسمع فيك طبعا. الله الله يستر. لا لا ما عشان يناديك عشان يقول لك يعني شابوز الفرنساوي يقول يعني ده كلام جديد. لكن طيب وانت استاذنا في النقد واستاذ كبير لما تكون في قصيده مليئه بافعال الامر معناها في مخاطب فيها مخاطب وفيها حيويه. نحن دائما بنقول في اللغه إذا أردت أن يكون الكلام حيويا ومليء بالحيوية والحركة والدراما طيب. أستعمل الأفعال وإذا عاوز يكون جامد أستعمل الأسماء. يعني الجملة اللي فيها مبتدأ وخبر جامدة. أيوة صح. الولد مجتهد أكيد مغطيتها يعني أي كلام جامد. لكن لما نقول لك اجتهد الولد أيوة اجتهد الولد وقفز وجلس أيوة. فيها حركة يعني فينا في مخاطب. نعم. من هو المخاطب؟ طرير الشباب الجبيل. احنا ما عارفين انه ده. ايوه ايوه. المخاطب طرير، هي طرير يعني؟ طرير يعني رقيق. رقيق. نعم. رقيق. رقيق. والتجاني كان صغير. كان صغير. وقد ينطبق عليه توصيف طرير الشباب. ربما. ربما. ما هو القصيدة دايما القصيدة دي قصيدة غامضة. هي ما دار نحاول نفككها. يعني لو قلنا الطرير ده أنا ما دار يعني احاول اجتهد لو قلنا الطرير التجاني نفسه وفي التصوف وانت يعني برضه استاذنا في الامر ده انه النفس نفسها بتخاطب بمعزل عن جسدها. نعم مش كده؟ صحيح مش كده؟ انك اديبه زي ما بيقول ابن سينا هبطت من المحل الارفع القصيده الشهيره بتاعته ورقاؤه ورقاؤه أيوة. مش كده؟ ذات تألهي وتمنعي وتمنعي. نعم يعني النفس في التصوف في خطاب التصوف في خطاب الصوفي عشان كده هو يعني قال واقعد على نفسي. ايوه اقعد على نفسي اقعد عليها لانه تأديبه زي ما انت بتقول. ايوه انا شعرتك انت يعني بخاطب في روحه او بخاطب في نفسه. صحيح. طيب يعني بتلاحظ انه التجاني ما كان مهتم بالناس الـ 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 العاديين المعاو في المعهد ديل. ده صحيح. الكفروه ومش عارف ايه ديل. انت هو كفروه دي يعني انت يعني عندك لا روايه مش روايه ما مثبته. لا انا قريت يعني قالوا انه مره بيسالوه زمان طبعا كل زمان عنده طبعا عنده حاجات يعني اهتمامات طبعا. في زمنه كان الاهتمام بانه شوقي ولا حافظ. صحيح. ايهما اشعر شوقي ولا حافظ زي ما زمان البحتري ولا العقاد ولا طحسين العقاد هكذا مثلا يعني. ايوه وهكذا. فقالوا هو كان منحاز لشوقي. أيوة. فقال شعر شوقي بالنسبة لشعر حافظ زي القرآن الكريم بالنسبة لكلام الناس الآخرين. طبعا الناس قاموا شالوا الجزئية دي وهنا زي ما أقول بتاعت الصلاة أي ولا تقربوا الصلاة ولا لا تقربوا الصلاة يعني جزأ اقتطع يعني اقتطع الموضوع. طيب أنت لما استخدمت شبعي لما سمعت أغنية غني يا طري يا شباب كنت معجب بها طبعا وحتى الان معجب بها. صحيح. يعني سيد خليفه غناها بشكل والله انا عاوز استلف كلمه سمعتها من واحد قال يعني قال عثمان حسين يلحن له الشيطان الرجيم قال. فانا اتخيل لي دي اظن ادمن الحن الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم في رمضان. انا بتذكر وانت رجل صاحب طرفه استاذنا برضو القصيده بتاعت محراب النيل. ايوه بتاعت شوقي بتاعت تجاني. التجاني ايوه تجاني زي البشير. نعم. اسلم انا وانا طبعا عشان بستعد لحلقتك دي مشيت قريتها ووصلت لقناعتك دي يا اخي محراب النيل دي ما اغنيه في خطاب هنا غامض غير مفهوم. ما عشان كده بالمناسبه ده السبب اللي خلى بروفيسور عبد اللطيف يغير رايه في التجاني.
هو كان عنده راي فيه؟ كان بيفتكر انه تجاني من الشعراء المتوسطين بالله اول رايه. لكن في اخر ايامه كان بيقول انه تجاني هذا فلته، التجاني ده عبقري، التجاني يعني بدا يقول غير رايه فيه، غير رايه في الاول. السبب شنو؟ السبب انه التجاني شعره دائما غامض، انت من اول مهل من اول وهله ما بتصل لنتيجه. انت عارف لما انا قريت الدراسه قلت اعمل تجربه عمليه، بقيت الاقي اي زول اسمع سمعت طريق الشباب ونشدة الجن، يعني شنو نشدة الجن؟ والله ما اعرف طب طريق الشباب دي معناها شباب الغض النظر كده، ده اكثر زول فيهم يعني قلت يعني زول افادك افادني شويه. قلت ده نشدة الجن ليش؟ ما اعرف، ما هو كلام بيكتبوا شعراء ساكت يعني نشدة الجن، انا عارف من وين يعني، انا عارف من وين. هل الجن وارد في الشعر السوداني كثير؟ الجن كجن الجن ده وارد في الشعر العربي القديم. لا في السودان في الشعر الحقيقي؟ في اي في كثير في أيوة. تذكر حاجه؟ والله ما طوالي كذا، لكن بتستخدم بتعبير جنون في عندنا مشكلة ربما يعني، لكن هي بيقول شنو ان شاء الله الجن شنو؟ وما اعرف وازيد في الجن يعني. وجاهز مو معروف يعني. الان عشان نمشي المحور الثاني، الدكتور عبد اللطيف سعيد يرى في أنشودة الجن قصيدة التجاني يوسف بشير أنها من المستغلقات، مستغلقة فعلا ولم تفصح عن نفسها بعد، ودي أول محاولة أنا بتقديره. وأنا أتخيل ليه ذاته نحن حقه ما نفرح بأنه نغلقة، لا أبدا، عاوزين نفتحها هنا، ونحن عاوزين نفتحها الناس تخش معانا. وشي بالمناسبة أنا في ناس كثيرين انتقدوني انتقاد شديد جدا كلام بتاعي ده أيوة يعني في كثير من الناس، وانا ارحب بهذا النقد. ليه؟ لانه دي بيوسع الفكره. يعني اسئله ودتني او اولا وينه؟ اولا شويه شو في مثلا اخونا احمد حسن حسب الله، طيب احمد حسب الله الحاج، دكتور احمد حسب الله الحاج، انا قدني نقد شديد جدا، وقال انه الكلام اللي انا قلته عن شهد الجن هذا لا يعني شيء، وعنده راي ثاني اللي هو انه يعني عنده فكره غير فكرتي انا. بتقول شنو؟ بيوسعها جدا. يعني بيقول انشوده الجن دي اغنيه عاديه وليست بالغموض اللي انا بفتكره بها، وبفتكر انه انا عقدت الموضوع اكثر من اللازم. ما هو كل زول بيعاين ده رايه. ثاني منه؟ ايضا يعني اخونا يعني احمد حسب الله الحاج ده قدموا لي خالنا حسن النور عيسى، طيب. وهو زول تشكيلي معروف اظنك سمعت به، هو اللي نعم. قدموا لي. وبعدين ثاني في راي لي اخونا بروفيسور عبد الله حمد الله، بفتكر عبد الله حمد الله بيفتكر انه الراي انا في انشوده الجن دي يعني راي شطحي صوفي. هو ما قال يا قال ده التحليل العرفاني او عرفاني لقصيده انشوده الجن. ايوه لكن قلت ليت شعري، ما برضو انت بتكتب مقال بغرض، ماذا سيقول هذا المثقف الضخم وهذا الصوفي المعذب حين يطل علينا من برزخه ونحن نرقص ونغني على أنغام طلاسمه التي عذبته والتي عانته، أتراه يقول سيقول مبتسما في حيرة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صحيح. أيوة أنا خلصت أنشودة الجن، نعم، عاوز أمشي من بف نفسك إلى القطار، نفسك إلى القطار إلى القطار. أيوة وده برضو تحليل جديد. صحيح سونيتس مش شكسبير. أيوة طيب بالله برضو شنو الحاجة اللي أنت كتبتها جديدا في موضوع القطار ده؟ عندك اللي هو برضو تحليل جديد. أيوة القطار ده أنا لقيت ثلاثة قصائد قصيدة لروبرت لويس ستيفنسون ايوه، وده ده انسان اوروبي بريطاني، نعم، وواحد اسمه كامل كيلاني، ايوه راجل مصري، أيوة. رجل عظيم جدا، هو اهتم بالتاليف للاطفال، يعني كتب له اكثر من 1000 كتاب، اكثر من 1000 كتاب للاطفال، هو رجل عظيم صحيح يعني. اسم كبير نعم. وستيفنسون ده طبعا راجل كان منابغه ومعروف، وهو صاحب تريجر ايلاند يكفي، أيوة. وكيدنابت الكتب العظيمه، جورج ستيفنسون جورج ستيفنسون ايوه صحيح. وبعدين
لفت في نظري انه ديل كتبوا حاجة عن القطار، يعني الخواجة كتب عن القطار. أيوة. والمصري كتب عن القطار، ونحن في السودان كتبنا عن القطار. طيب. لكن يعني أنا قمت لما اتأملت في القصائد الثلاثة الموجهة لوصف القطار، وجدت أنه قصيدتنا إحنا السودانية ولو أنها بالعامية السودانية أبدع من القصائد المكتوبة بالإنجليزية وبالعربية. أبدع. أبدع. في الصورة البلاغية يعني، في الصورة الشعرية. الصورة البلاغية نعم. والسبب أنه يعني القصائد القصيدة هو الحقيقة ذاته قصيدة ستيفنسون وقصيدة كامل كيلاني، أنا ذاتي ما شاكي في إنها قصيدة كامل كيلاني إذا إن إيميتيشن. نحن عندنا في الترجمة في ترجمة سينما إيميتيشن اللي تأخذ القصيدة تأخذ روحها وتعمل عليها، تعمل كوبي، تعمل قصيدة شبيهة لها، شبيهة. فهي ربما تكون محاكاة، محاكاة لقصيدة ستيفنسون ذاتها اللي هي بتاعت كيلاني، تبتع هيهات هيهات لا جن ولا سحرة بقادرين على أن يلحقوا أثرا. أيوه والله ادونا نفس متوسط. ايوه كنا باللحينه. اي صحيح عند تلحينه هيهات هيهات، انت برضه لحنت ولا سحره بقادرين على ان يلحقوا اشره، دي كانت معروفه. تلحنتها جلاله بس اظن. فشايف طيب. طيب ستيفنسون ايوه اذا كان هو صاحب القصيده الاصيله وانه كامل كيلاني عمل لها ايميتيشن، أيوة. او انه قصيده كامل كيلاني، كامل كيلاني ذاته ما سهل، ممكن يعمل قصيده شاعر، طبعاً. شاعر كبير صح صح، ومؤلف كاتب عظيم وصحفي يعني. صحيح. وفيلسوف يعني وحافظ للقران الكريم، زول ما سهل يعني، زول مثقف كبير كامل كيلاني. جميل. نعم حق يعني قطارنا، انا افتكر القطار بتاعنا التفوق بتاعه انه القطارين المفترضين الاخرين ده، القطار الانجليزي والقطار المصري، كان بيهتم بانه القطار هو هو اله او ماكينه مندفعه اندفاعا قويا وشديدا سريعا، وانها تحمل الذره وتحمل البقر وتحمل الناس وتحمل المحاصيل، حاجه وظيفيه ولا تزيد على ذلك، حاجه وظيفيه وظيفيه. لكن شوف نحن زوننا القطار بالنسبه له مفجع، من بف نفسك القطار ولازم صدرك قلبي طار وينو الحبيب، أول حاجة ما سأل من الزرة ولا سأل من البقر. طب من بف نفسك يا القطار. نعم. أنا حخلي القطر يطلق صافرته من هنا. نعم. على أساس أنه نشوف الحلقة الجاية إن شاء الله. مع بعض. نعم. التحليل الجديد أنت قاعد تقدمه، والحيوية في التحليل اللي هي المقارنات دي والمقاربات. نعم. أنا دكتور دلش على الحلقة دي وأطلب منك حلقة ثانية. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. الشكر كل الشكر لك المشاهد الكريم، كانت هذه الحلقة الماتعة مع أستاذنا عبد اللطيف سعيد. حول أنشودة الجن وتوقفنا عند القطار، هذه المقاربة المقارنة اشتغل عليها الدكتور. حلقة الجاية نواصل مع القطار، وعنده مبحث مهم تاني حول الشير عتيق. في الختام تحياتي، إلى أن ألتقيكم بإذن الله تعالى الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.